الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده رسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله إلى إبام هادسك الله تبارك وتعالى إن السوكر سيي إن وافتشيي وقتigan aan hadda joogno iyo maalmahan khayrka badan wa maalma ilaahi tabaaraka wa ta'ala u dhaxdooda khayr badan dhigay wanaag badanna ilaahi ku sheegay tabaaraka wa ta'ala maanta waa jumco maalin jumca hadana waa maalin arafa laba ciidood baa ku kulmay ciidi waa ciidi usbuuca oo nabigeenu yiri sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khayru yawmin talat fihi ash-shamsu yawmul jumu'a maalin ay qorraxdu soo baxdo waxa ugu khayr badan maalinta jumcada wa maliki ilahi aadam u abuuray aabeen aadam asalkeeni waana maaliki jannada la geliyay waana maaliki jannada laga soo saaray oo dhulka la keenay ila aakhir al-hadith marka wa maalin jumca wa ciid ومال عرفاء وإيدنا عيد واي وعيد لبات ونبي جن صلى الله عليه وآله وسلم وحوليه هاي ما ننت عرفة يمانك كدم بحولها لقاله يسدح دبرية كسي دم بيسا وعيد النبي بنبي صلى الله عليه وسلم هدانا هاي مسلمين تاع وعيد النبي وما المعنيد يعبد برسول الله صلى الله عليه وسلم marka maalinta carafo waa maalin ciida laba maalmood oo fadli badan ayaa kulmay hadana carafada nabigu sallallahu alayhi wasallam maalinta carafada ah wuxuu rasuulku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam kama fi sahih muslim majro maalin dadka ilaahay naarta uu ka xoreynayo ay ka badan yihiin maalinta carafo waana maalinta uu shaytaanku ugu dulli badan yahay taariikhdiisa لأنه وحو كدل ليسينه كحو يهي خلائق ذا إلهي أمالك عافين يو نارتك حرين يو وحو النبي قرر صلى الله عليه وسلم ألا مالك وصور دوان كدبنا ملائكتي سو أغفان يباهي بهم وحو ليه يدد كان عرفتشوغ بسطة يبساستة يرفاتك كم مقضى يمحي ويمادين محاكياني دنتو دمحي أهيت الله تبارك وتعالى مالين كاس ومالين كعرفي خلائق داس انتو قدن بالنافة يا عافين يا حسابي يا عدد ملئ يسوي حساب سنت يا ربي تبارك وتعالى ومالك ومالك واحد ومالك النبي يقول صلى الله عليه وسلم افضل الدعاء دعاء يوم عرفه دعاء للدعاء استو الهي لبريو مالك يقول فضلي بدنتها ومالك عرفه aniga iyo nabiyadii ugu iga horeeyay hadal aan ku hadalnaa waxa ugu fadli badan bu nabi sallallahu alayhi wasallam la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sida staradid wa mal arafa wa midu nabi gudu sallallahu alayhi wasallam al hajj arafa haj sidiisa ba hadaan maqasho wa arafa istaageeda bimaana ruuhi istaaga arafa u seegay haj male inta kale waxba tarimayso مالك يا مالك يوم عذا إسكسو هجاجي وأنا عجائب النبي صلى الله عليه وسلم حج كيسي وجودا بيه ومدى كوسا جوتي حجة الوداع سيدا سوكلي إسكسو هجاجين مالك يوم عذا يا مالك عرفة مالك يوم عذا أيو النبي صلى الله عليه وسلم بنك عرفتها جنا صلوات ربي وسلامه عليه سيدا كوي من حديثك الصحيحين كمن حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ني يهودي يوحو إلى عمرو آيات كتشرت كتابك إن هدين نقصوا دل حاج فريسو حاجي فريسو ما شادو فريسو وضيقوا فريسية فريسو هذا فريسو فريسو ما شادو فريسو ني يهودي يا نبي جن كويري صلى الله عليه وآله وسلم
عمرو عمر بو حو كير عمرو آيات كتابك إن كتير تهدي أن نجا نجس ودق إلى هدي يهودا مالين كذا وحن كدق الله المالين عيدا عمرو حو كير وآياته وحيد وآيات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عمر وحيد وحن قرنا يا ماشي كسو دكتي يا مالك يسو دكتي وحي سو دكتي مال جمعة نبي قلنا بنك عرفة تاغن يا هي حلق عرفة لا استاغ وظهر كي وحي كدم بيا عصر يا حلية سي سو دكتي ماشي سي وحي تلمام إيسا نبي صلى الله عليه وسلم عرفه وحو تاقنا مال شمعه شمعه يعرفه إسك شيء واحد فضلي يزيادة مركلة هاي لب الزمن وبركيسان وإسو يمدواي إلهي إسوافتشيي إن مرك خيرات كاللوغة فائديستو واللوغة فائديستو دعا 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 إستو واللوغة فائديستو ذكر إلهي واللوغة فائديستو الصدقة واللوغة فائديستو صليق النبينا صلى الله عليه وآله وسلم قارهان دعاد وحيلاده مزية خاصة قارهان عصر كقداشيس والنبي قال صلى الله عليه وآله وسلم وكرهي كما في صحيح مسلم شمعادة وحا كتشرت وقت يرى كوبا ساعة وقت كوبا وقوسا شرن روح مسلم وإلهي بريا إلا إلهي وحو ويديسنا يؤسينا حديث وحيلاده هو عصر كقديم حديث تقارن وحيلاده هاي وساعد أقدم بيسج شمعدة حديث شمعدة يساعدها سكتشر تهدنا أي عرفه وفقد كورا وحبي سيسيدة تامرك منام بيسيل هذا مركه هلا فائدة استوى فرصة وحكو اكتبري أو مالك عيدا هيدا والنبي قال إنه يرسل صلوات ربي وسلامه عليه مال كاسي حولها الله قال يوم النحر مال مهي أقوى انتهي مال كيوم القر يكدم بيسانا كحي كتب رسولك صلى الله عليه وسلم مال كاسي ومال وين الله حكوت المام يوم الحج الأكبر ومال كي حج أقوى ينابو ألي تبارك وتعالى صوبت وحوي مال كاسي تبناد أعيد إنواء دتك حجك آدي أعماشي حجك أنت أقبضن بي قدن أيان مالنكا إساقا جمردي بي توران أيان تيمه بي حيران أيان أما قابسان أيان محو أهاي حوليه بي قل أيان وقورع أيان كعبدي بي طواف أيان طواف كي فاضدا أما حجك صفا يمر ورحضو دي سعون أيان أعماش أقبضن مالنكا لسامي يوه سيداس دراد يدبع الله وحكوت المام يوم الحج الأكبر ومال قيمة وين له انت ان حجك آذين وحيكم مشقول سيهين صلاة عيدة إنيتو كذان إيا التكبيرات كذي مركي صلاة عيدة كذان كذبنا إني حوله قلان أضحية دي إيا قربات كي إلهي أيقونا وادان تبارك وتعالى أيقونا كل قد جران قولنا حجك آذين عبادة كجران قولنا أن آذين أعمال ووين عبادة كجران صلاة عيدة مركا لغتك إيا تكشدة وشعيرة إيا علامات وين وعلامات كدين تينا كم ده النبي قلنا صلى الله عليه وسلم ولقي عمر قيسا انت اللي تشدهي كموسة تقين صلاة عيدة ولقي عمر قيسا انت اللي تشدهي صلاة عيد نبي كما تقين صلوات ربي وسلام عليه وانا ميشا ايكا قادنا يعني علماء دقار كودي انه واجب تهي لان النبي صلى الله عليه وسلم انه مواظم دائما وسولقي كتقين ايات المام يسالين علماء دقار كود وحاحكتا او ايادنا لسعوتا أضحية إيا حولها قورع وذا إلهي اللو قد وانا إياه تبارك وتعالى أيضنا مال كاس إيا مال مها كدن بيا وحي لا ذهي منان خاصة قرآن كان ربي تبارك وتعالى واكئس كل مانيي صلاة إيا قورع ولب عباده وشلك السمايه وواوين إلهينا آدو تعليه إن حول لك ديشيو قال هذا حج كتشرتنا نبي وحكمت المام صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج حج وحاق فضي بدن انت البيض الغرى وغكر له قاد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إيه سيدو كلتا إن ديك لدادي وحولها لقلو ذاتك أن حج كآذين أعماش أقوى وين قبطان وحاكم إذا حولها لقليو أضحي هذا ساس تراد يدبى الصلاة
iyo gowraca alla isku lamaaniyay quraanka kariimka rabbi waa ka yidhi inna acdaynaaka alkawthara fasalli lirabbika wanxar rabbigaa u tuko oo gowrac arrintaasi waxay shukri ka tahay allah tabaaraka wa tacaala rasuulkiisa wuxuu ku yidhi waxaanu ku siinay kawthar kawtharku waa khayr aan la koobi karaynin nebiguna wuxuu ku fasiray sal alayh wasalam waa webi jannada dhexdiisa oo nebigu sal alayh wasalam ummaddiisa loogu talagalay oo sifooyin khaas iyo tilmaamo khaas iyo mudnaan khaasa leh maadaama lagu siiyey khayrka isaga ah shukri baa lagaa rabaa muxuu yahay fasalli lirabbika wanxar rabbigaa u tuko ma salaadoo dhan baa mise salaada ciidda laga hadlayaa maadaama gowrac laga dambaysiiyey intuba waa jirtaa fasalli tuko lirabbika rabbigaa dergtii wanxar gowrac ay lirabbika rabbigaana u gowrac meel kale fii suurati alancaam rabbi tabaaraka wa tacaala sidoo kale waa isku lamaaniyey qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin salaadayda iyo gowracayga iyo noloshayda iyo geeridayda ilaahay baa iska leh cidina lama wadaagta isaga keli ku ah marka salaadayda iyo gowracayga sidaas daraaddeed cibaadaadka waaweyn ee maalmahan bay ka mid tahay inuu ruuxu wax qalo xoolo qalo ilaahay ugu dhowaado geel ha noqdo lo' ha noqdo adhi ha noqdo isagii ehelkiisaba ka qalo مواجب ما سوى مواجب ما على خلاف بين العلماء نبي جن صلى الله عليه وآله وسلم وحى سجن إن تؤذحي حول قلي إنه يري مركو قلي الله أنى إسك قلي أمد إذا وأنك قلي سيداس درد دوح إليه العلماء إن بدني واجب ماها لكن وشعيرة وعلامات وين علامات كدين تكمدة أو موتشينيسا yaani wax way astaan diineed muujinaysa waa maalmahan oo kale marka la soo gaaro magaalooyinka deegaamada waxa qabsanaya xoolihii la kala gadayay xoolihii la qalayay hilibkii la qaybinayay waa calaamad diinteena waa calaamadka waa weyn waa waxaase mudnaan leh in lagu baraarugo ciddii xoolo qalayso udxiyo samaynaysay waa in ay salaada ciidda kadib ay qasho haddaad ka hormariso salaada ciidda waa uun hilib aad qalatay ee cibaado maaha nebigeenna sal alayh wasalam nin baa u yimid wuxuu rasuulka ilaahay ow intaan salaadii la qalin baan gowracay oo waxaan islahaa buu yidhi hilibkaagu neefkaaga hilibkiisa ka ugu horreeya ha la cuno ha noqdo dadaal bay iga ahayd nebigu wuxuu ku yidhi sal alayh wasalam waa uun neef aad reerkaaga u qashood u hormarisaye cibaadadii waxba kama aha udxiya maaha cibaadana maaha laakiin reerkaagaad u qashay ee maxaan sameeyaa mid kale qalba lagu yidhi marka waxa weeyaan marba hadday salaada ka hormarto waqtigeedii way ka hor waa salaad waqtigeedii ka hormarto oo kale salaad waqtigeeda ka hormartay ma soconayso haddii ay udxiyadu salaada ciidda ka hormartana sidoo kale waa uun neefaad qalatay waa arrintaasi in lagu baraarugo waa laga maarmaan sidoo kaleeto waxaa muhiima in lagu baraarugo maalmaha udxiyada la qalaya ay keliya ma aha maalinka ciidda ah saddexda beriya ka dambaysana waa la qali karaa waa isku mid maalinta ciidda haddii aadan qalin oo aad saddexda dambe qasho waa la mid ayaamu ciid waaye ayaamu tashriiq baa waa maalmaha hilbaha la cuno waa maalmaha hilbahaashi la qasho kulli waa la gowrici karaa waana isku mid maalinka iyo maalmaha ka dambeeya saddexda sidaas daraaddeed baa waxay tahay inaynu uga faa'iidaysano cibaadada maalmaha dambe oo saddexdo maalinka ciidda ka dambeeya sidoo kaleeto iyaguna waa ciid sidii xadiidkii aan soo sheegnay uu tilmaamayo ciidday ku tirsan tahay oo nebigeennu sallallahu calayhi waali wasalam wuxuu yidhi waa maalmo ciid ah shaqada la qabtana waa in wax la cuno wax la cabo ilaahayna la xuso aklin washurbin wadikrillah wuxuu nebigu reebay sallallahu calayhi waalihi wasalam maalmaha iyaga ah in la soomo tabcan maalinka ciidda lama soomi karo qatcan laakiin waxaan iyagana la soomi karin saddexda beriya ka dambaysa allahuma dadka xajka jooga oo neef intuu ku waajibay kari waayey tamatuc intuu sameeyey neefkii uu qali lahaa waayey oo ay noqotay inuu toban beri soomo tobankii beri saddex beri inuu xaramka ku soomo laga rabay
كايسجا سدحدن بريو صومي كريا كما في حديث عائشة لكن دتك انتو ذكالي مالمهن لما صومي كرو ومالما إلهي حلاشة أغتالك علي كن راح يستع عنا وعبا يعني كدما شادا لكن إلهي ذكري كيسي حسكي سهكتكنا وبالمناسبة وحي تلمام إيسا فرح مالمها الله فرحه إيادما شاد كالدما شاداي ما أها مالما إلهي العاصية ما أها مالما إلهي شرعي كيسا لخلافة ما أها مالما تمشلينتا إيادما شادك إيا فرحه إنتو كدر درو شيطان كاسو قول إردا أو كدو صدم ما أها ومالما إلهي لحصو لعبادي ستو إلهي تبارك وتعالى حلاش وحلاليين لغا فائدة استواه سيدا دبنا أفير صدا عيدها مسلمين تا إلهي إنسي تبارك وتعالى سدح دا عيدود لبنا واسنتك مدينة وأسبوع عيدها سي كل قد وحي سلك كوهيان عبادات بي سلك كوهيان وحان كدو ونهي أمدها كلا عيده دا وكدو ونهي ummadaha kale ciidahoodu waa maalmo ay sameystaan oo adduunka ku farxaan oo ku damaashaadaan laakiin ciidaha muslimiintu salka waxay ku hayaan cibaadaad waaweyn bay salka ku hayaan u fiirsada ciida ramadaanka ka dambeysa ciidul fitriga mar ramadaan bil kaamil la soo manaaba la daba dhigay salaad baan la tukanaya cibaadaad baa la iimaanaya tanina waxay ku dhex jirtaa waa maalmihii xajka oo maalinkii tobnaaye acmaasha ugu badan ee xajka la gudanayo baa ciidii la dhexgeliyay ciidda usbuucuna waa maalinka jumcada maalinka jumcaduna waa maalinta salaada jumcada aan u dareerno waaye ee cibaadaadka u baan gudanayno waaye ma jirto wax la yiraahdo marka maalin iska ciid ah oo faraxa oo holiday ah oo la iska damaashado oo xaaraanta la qasto la yiraahdo waa la faraxsan yahay malaha muslimiintu malaha kaliya waxa lagu talagalay waa cibaado حلاشة إذا إذن حلاليين كتا متوع كتا وصع وإذن فرنتها لكن مروى الباء حرامت إسك إلالي يا حدود إلهي إنا قدبتان صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا حي يا قيوم اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.